اهلا بحضراتكم من جديد بالتاكيد ان شاء الله الاستعدادات متواصله لبعثه الاهلي في الدوحه استعدادا للقاء السوبر الافريقي امام نهضه بركان نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه المباراه مباراه صعبه جدا يا جماعه ايا كان ترتيب فريق نهضه بركان في الدوري المغربي مباراه صعبه جدا وهي مباراه من 90 دقيقه يعني انت لازم تلعبها بكل قوه عشان تحرز ان شاء الله هذا اللقب الغالي طيب وانا بتكلم على مباراه السوبر وفي ختام الفقره اللي السابقه قلت المباراه هيديرها طاقم تحكيم جزائري بقياده الحكم الدولي مصطفى غربال مصطفى غربال طبعا حكم القضية ممكن القضية ممكن يا جماعه خدوا بالكم هي علامه تجاريه في البطولات الافريقيه البعض اللي بيحاول ياخدها للدوريات المحليه ما لهاش معنى او ما لهاش محل من الاعراب هي علامه تجاريه في البطولات الافريقيه بس يبدو ان القضية ممكن عامله تاثير نفسي شويه وهي كانت مباراه وخلاص يعني قضية ممكن كانت في مباراه افريقيه وعلامه تجاريه فخلاص يعني تاثيرها النفس انا عارف ان هو صعب شويه طيب عايز اتكلم بقى على طاقم التحكيم يعني خلال اليومين اللي فاتوا يمكن انا تابعت السوشيال ميديا وزملائي بالتاكيد في الاعداد بيشوفوا الاخبار والمتابعه لهذه المباراه انتشر خبر على السوشيال ميديا وبوستات كتيره قوي ويمكن انا حتى حاولت اعرف ايه سبب حاجه زي دي ان خبر ملوش هدف وملوش معنى وخبر غير صحيح انتشر خبر ان الكاف بيبعد الحكمة التونسية سمر حسني عن ادارة مباراة كأس السوبر الافريقي بين الأهلي ونهضة بركان يوم الجمعة في الدوحة الكلام ده غير صحيح يا جماعة طاقم التحكيم طاقم تحكيم جزائري معروف من البداية قدامكم طبعا الحكمة التونسية اولا طبعا هي حكمة لسه درجة ثالثة في تونس لم تحكم في دوري الدرجة الاولي زي مثلا زي الحكمة درصاف حكمة دولية وحكمة حكمت مباريات في الدوري التونسي لسه لم تحمل الشارة الدولية عشان تحكم في مسابقات افريقيه، فبالتالي للاسف البعض ممكن ينشر معلومه وتلاقي الكل على طول مشي وراه وبتاع الموضوع وكانه هو خبر رسمي وبعد كده لما الناس تقول لا يا جماعه الموضوع مش صح فيتم نفي الخبر وكانه كان خبر رسمي وبعد كده الكاف نفى او الكاف استبعدها. يا جماعه يعني نقول المعلومات الصحيحه ويا ريت اتمنى السوشيال ميديا بلاش الاخبار اللي ممكن يكون فيها اثاره واخبار بتبقى غير صحيحه. طاقم التحكيم جزائري زي ما قلت لكم مصطفى غربال الحكم الساحه مساعدين عبد الخالق تشالي ومكرن جوراي الحكم الرابع اجيان نا جان جاك ندالة الحكم الكونغولي هو اللي هيكون حكم رابع في هذه المباراه الحكم الساحه واثنين مساعدين جزائري والحكم الرابع جان جاك ندالة الحكم الكونغولي طاقم التحكيم في غرفه تقنيه الفيديو الفار من الدوحه من قطر طاقم الحكم التقنية الفيديو الرئيسي عبد الرحمن الجاسم ومعاه اثنين مساعدين ايفار خميس الماري وسعود احمد زي ما قدامكم على الشاشه ده الخطاب الرسمي والتكليف الرسمي لطاقم التحكيم في هذه المباراة بداية من حكم الساحة الاثنين مساعدين الحكم الرابع حكم تقنية الفيديو الفار واثنين اي فار مساعدين لحكم هذه المباراة بإذن الله نتمنى يكون في تحكيم مجيد في هذه المباراة مصطفى غربان من الحكام المميزين وبرضه زي ما قدامكم على الشاشة ده الخطاب الرسمي للوفد الرسمي للاتحاد الافريقي اللي هيكون موجود في الدوحة استعدادا لهذه المباراة باتريس رئيس الكاف هيكون موجود ومعاه الخمس نواب موجودين احمد يحيى اجوستين سنجور كنيزات ابراهيم بن بوما من الكاميرون وايضا كمان سليمان اوباري من جيبوتي الخمس نواب موجودين في مراقب في منسق عام للمباراه في ناس موجوده من الماركتينج كل الوفد الرسمي للكاف هيكون موجود في هذه المباراه الرسميه ان شاء الله وباذن الله النادي الاهلي يحمل الكاس ويكون اول كاس بيسلمه باتريس موتسيبي لمواطنه بيتسو موسيماني باذن الله ان شاء الله في السوبر الافريقي